افتتح محافظ لحج لواء ركن أحمد تركي أعمال المؤتمر العلمي المشترك الأول للسرطان تنظمه المؤسسات المتخصصة لعلاج أورام الأطفال بمدينة الحوطة. انطلاق المؤتمر العلمي المشترك الأول للسرطان بمحافظة لحج تحت عنوان سرطان الأطفال المشكلة والحلول. الحفلة التي احتضنته قاعة الصحة بمحافظة لحج وبحضور المحافظ اللواء أحمد عبد الله التركي وقيادات من السلطة المحلية بمحافظة لحج يأتي في إطار الحملة الإنسانية لدعم مرضى السرطان والمؤتمر العلمي المشترك بالمحافظة. انعقاد المؤتمر العلمي الأول للسرطان يأتي في ظل إحصائيات كبيرة لعدد من المصابين في هذا المرض الذي يحتاج لدعم الجميع في هذه المحافظة. السلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ ومكتب الصحة العامة والسكان وكل المكاتب التنفيذية إن شاء الله داعمين لكم من أجل فلذات أكبادنا المصابين بهذا المرض الخطير. نتمنى النجاح لهذا المؤتمر إن شاء الله وأن يخرج بتوصيات تضع حلولا تساعد ولو بشكل جزئي في حل أو رفع هذه المعاناة عن الأطفال. انعقاد المؤتمر الأول لمرضى السرطان في محافظة لحج والذي يستمر على مدى يومين بمشاركة نخبة من المتخصصين والأطباء ستطرح فيه أوراق عمل للبحث العلمي والدراسات التخصصية في مجال سرطان الأطفال. وتزامنا مع الحملة الإنسانية لدعم مرضى السرطان 2018 في محافظة لحج ومحافظة عدن أقمنا هذا المؤتمر للبحث العلمي وإقامة الدراسات العلمية وتقديم بعض الأوراق الطبية والتخصصية في مجال أورام الأطفال ومرضى الأطفال بشكل عام تزامنا مع فعاليات 2018 لهذا العام. خلل جلسة الافتتاح فقرات متعددة ومتنوعة هادفة أبرزها سكتش مسرحي للنجم عيدروس عبدون وعدد من نجوم المسرح في محافظة لحج وأغاني للأطفال نالت استحسان وتفاعل الحاضرين. وعلى هامش الحفل تلقت المؤسسة المتخصصة في علاج الأورام دعم مادي من قبل عدد من الداعمين على رأسهم محافظ محافظة لحج العميد أحمد عبد الله التركي وعدد من قيادات السلطة المحلية بمحافظة لحج ومواطنين وأيضا طلاب دارسين شاركوا انطلاق الحملة الإنسانية والمؤتمر العلمي الأول المشترك لسرطان الأطفال. لقناة عدن الفضائية وضاح الشليلي محافظة لحج.